طائر يشبه السمكة، قصص قصيرة جدا للمبدع العراقي محمد حيوي. اخترت لكم قصصة بعنوان سيلفي. أيقظت الأم ابنتها المراهقة المهووسة بالأفلام بعد أن تناهى إلى سمعها صوت أنجلينا جولي ونشيجها وسط أطلال الموصل. انهضي يا ابنتي، إنها أنجلينا جولي تجوب الخرائب فوقنا، إنها فرصتك لتحقيق حلمك بالتصوير معها. مسحت الفتاة عينيها وعدلت شعرها وراحت تتسلق الأنقاض. صادفتها الكثير من الجثث في طريقها إلى الأعلى، وهناك وجدت أنجلينا جولي تجلس باكية، وما إن رأتها مقبلة حتى ابتسمت لها وفردت ذراعيها لتحضنها، فأخرجت هاتفها والتقطت سيلفي معها وعادت مسرعة إلى الأسفل لتري أمها الصورة، لكنها اندهشت حين لم ترى وجهها بجانب وجه أنجلينا المبتسم وسط دموعها. لقد نسيت أنها ميتة منذ أشهر تحت الأنقاض.